تاريخي حقق في رياضة هوكي الجليد. ما كان مفاجئ، لأنه هو المستوى للمنتخب في تصاعد حقيقة من بداية مشاركتنا في كأس العالم في 2010 وفي لوكسمبورغ أيضا. أول ما شاركنا ما كان عندنا تصنيف، بدون تصنيف في لعبة الهوكي. خسرنا جميع المباريات، إصابات في كل مباراة، الإسعاف تطلع في كل مباراة. لكن من بعدها في 12 سنة ومع توقف الكورونا رجعنا وأخذنا الكأس وأخذنا الميدالية الذهبية وحققنا الفوز في كل المباريات. فأبدا ما كان مفاجئ، لأن المستوى كان يرتفع وفق تخطيط مدروس من بطولة إلى بطولة، وتجهيز اللعيبة واستخدام اللعيبة مدربين للفرق في الدوري وأيضا للمنتخب. فكان الحمد لله الإنجاز هو ثمار لما تم إنجازه من خطط وتدريبات ويعني جهد من الإدارة وجهد من اللعيبة.